عظم الله لكم الأجر بشهادة الزهراء سلام الله عليها، سائلين الله تعالى بحقها وبحق أبيها وبعلها وبنيها أن يرفع الغمة عن هذه الأمة، وأن يوفق جميع الأخوة خصوصا المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لا شك ولا ريب أن الزهراء عليه السلام لها مقام إخواني، مقام كبير جدا بما تمثل سلام الله عليها من وجود مبارك، وكانت في حياتها تخفف عن النبي صلى الله عليه وآله ما يتعرض له من محن ومن مصائب ومن مشاكل التبليغ. تعرفون أنه كل الأنبياء لم يأتوا على أرض يعني صالحة، بمعنى لم تواجههم مشاكل، وبالعكس القرآن الكريم دائما يبين تلك المشاكل الهائلة التي كان يتعرض لها الأنبياء عليهم السلام. وأحدهم بعض الأنبياء مثلا ابتلي بالاحتراق الحرق كإبراهيم عليه السلام، بعضهم ابتلي بعدو شرس كموسى عليه السلام، بعضهم ابتلي بتكذيب بعض حاشيته كعيسى عليه السلام، بعضهم وهكذا يعني ابتلي بالاستهزاء والعياذ بالله كنوح عليه السلام، وبعضهم ابتلي بأنه من بيته لم يعني يتوفق بعض أهل بيته للإيمان به كلوط مثلا وكنوح أيضا وهكذا. نبينا صلى الله عليه وآله له كلمة يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، سواء الأذية في حياته أو الأذية من بعد مماته من بعد شهادته، باعتبار قد تأذى في ذريته. والزهراء عليه السلام كانت من العناصر المخففة عنه في حياته، وهي بوجودها سلام الله بعد وفاته كانت من الشخصيات التي تألم النبي صلى الله عليه وآله بما جرى عليها، حتى أن أمير المؤمنين عندما أودع في قبره وبين أن هذه الوديعة قد ردت قال: حفها السؤال يا رسول الله، يعني لح عليها بالسؤال ستكشف لك عن ظلامة ستزيدك أنا من إلى ألمك. طبعا الإنسان لا يبحث عن الألم دائما، وإنما يبحث عن يعني الراحة، ويبحث عن الهدوء، ويبحث عن الاستقرار. البحث عن الآلام بحث عن أسبابه، وهذه الأسباب لا بد أن الإنسان يفتش عنها كثيرا ويرى لماذا حصلت، ما هي تلك الجرائم التي يمكن أن ترتكب في حق الصالحين، في حق الأنبياء، في حق الأئمة عليهم السلام، وما الذي فعله الأئمة حتى يكذبوا من قبل قومهم، ما الذي فعله الأئمة الأنبياء الصالحون حتى يكذبوا من قبل قومهم. لاحظوا هناك عاملان: عامل تكذيب القوم الأنبياء، بل قد يصل إلى قتل الأنبياء كما في يحيى عليه السلام، الأئمة عليهم السلام كما في أمير المؤمنين وفي الإمام الحسين، شاهدان واضحان، لعل بقية الأئمة كل هكذا، لكن الشاهد الواضح قتل أمير المؤمنين وقتل الإمام الحسين عليه. ما الذي فعله الأئمة حتى يستحق هذا القتل، وما الذي أوصل الناس إلى أن تتجرأ بالقتل؟ هذه مهمة. المجتمع عندما يفقد الموازين العقلائية ويتحكم فيه من لا حريجة له، وتتحكم فيه الأهواء، وتتحكم فيه المصالح الشخصية وقصر النظر، يفعل كل الأفاعيل. الآن الأنبياء ذهبوا وأقوامهم ذهبوا، عندما يستعرض القرآن تستغرب أنه لماذا كان القوم يستهزئون بنوح عليه السلام، ما الذي أراده نوح عليه السلام من قومهم،
بحيث إذا تكلم يجعلون أصابعهم في آذانه. لماذا يفعلون هكذا؟ هل هناك خلل في شخصية نوح والعياذ بالله؟ لكن لم يوفقوا إلى أن ينقادوا مع نوح، لأن إذا انقادوا مع نوح عليهم أن يكسروا الأغلال والقيود الشيطانية التي تلبست بهم. النبي صلى الله عليه وآله القرآن يمدحه في أعظم مدح ووصف، ويبين أنه لاحظوا وأنك لعلى خلق عظيم، يعني لا يوجد أي مؤشر والعياذ بالله، نتكلم عن جانب العصمة وعن جانب شخصيته الشريفة، أي مؤشر خلاف الأخلاق لا يوجد فيه. وبالنتيجة العائلة الخاصة به ورمز العائلة الخاصة به ابنته سلام الله عليه، رمز العائلة صهره أمير المؤمنين عليه السلام ووصيه، ورمز العائلة الحسنان عليهم السلام وزينب عليها، رمز العائلة الشريفة المباركة لم يصدر منها أي شيء. ما الذي جرى بحيث تنقلب الناس هذا الانقلاب على النبي وتؤذيه في أعز ما عنده، هذه البنت الوحيدة الزهراء عليه السلام، ويفعل معها هذا الفعل الشنيع الذين حاولوا أن يؤلموها في كل ما تمت لهذه الكلمة من، حتى البكاء منعوها حتى من البكاء، وهي رحلت في يعني حالة مفجعة ومبكية، وسيطول حساب القوم أمام الله تعالى يوم القيامة. أقول هذه المحن لابد نحن أن نقف عليها وقفة متأمل، وموقف لا متأمل فقط وإنما متفاعل. من يضمن لأحدنا والعوذ بالله أنه إذا دانت له الأمور أن يعتدي على مقام شبيه مقام الزهر؟ من يضمن الإنسان إذا دانت له الدنيا أن يتجاوز الحدود ويبرر ذلك لنفسه؟ من يضمن إذا لم تكن هناك قاعدة صلبة إيمانية قوية متينة مبنية على أسس يتفاعل الإنسان معها؟ صدقوني إخواني، هذه المناسبات إضافة إلى جانب الثواب، أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، إضافة لجانب الثواب، مناسبات مربية، وقد تربي هذه المناسبات على قصر الفترة، قد الإنسان يجلس مجلسا يوم أو يومين أو ثلاثة، لكن تربيه ما يعادل سنين إذا كان دقيقا جدا في تلقي التربية من هذه المجالس. هذه مجالس مربية قطعا، لا توجد زهراء سيدة نساء العالمين، والألفاظ المقدسة من فم النبي صلى الله عليه وآله، ومقام الزهراء أخرويا كبير جدا، نحن إلى الآن لم نعرف مقام الزهراء عليه السلام إلا ما جاءتنا من بعض الروايات. المقام الحقيقي للزهراء عليه السلام هناك يظهر. أنا قلت قبل الأخوة، الأئمة سلاطين يوم القيامة، كل الأمور الله تعالى أعطاهم ما أعطاهم. اقرأوا زيارة الجامعة الكبيرة، هالمقام الهائل للأئمة. وبالنتيجة تعرض الزهراء سلام الله عليها لما تعرضت لها. كيف يتجرأ ذلك الشخص أن يضرب الزهراء عليه السلام؟ كيف يتجرأ؟ ما الذي وصل إليه في قرارة نفسه حتى يتجرأ على الزهراء؟ الإنسان عندما يجلس المجالس وينتبه إلى الزهراء عليه السلام
يؤدب نفسه على أن لا يمكن أن ينظر إلى مقام الزهراء، إلى نور الزهراء، أما أن يتجرأ ويضرب الزهراء عليه السلام فهذا مقام منتهى الانحطاط والعياذ بالله. إخواني، هذه الأمور مربية، أقول مربية، والتأمل، التأمل والدقة. نحن الآن عندما لابد أن نكون، عندما نمر بظرف صعب نتوسل إلى الله تعالى. الله تعالى جعل له أبواب، قال ادخلوا من هذه الأبواب تصلون إلى حاجتكم. ولا يوجد دعاء إخواني يرد. نعم الله يدخره إلى شيء أفضل قد مما نطلب. الزهراء عليه السلام نعم الباب، كان الإمام الصادق عليه السلام في بعض الروايات يسأل الله: أسألك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ويرد كفه إلى صدره يمسح به صدره الشريف. بعض الروايات هكذا تقول. فكان عليه السلام، الزهراء عليه السلام هي تلك المرأة التي أبكت، لا أمير المؤمنين إخواني فقط، أبكت الأئمة عندما يتذكرون المصابة. كثر الإمام الصادق دعا الإمام الصادق لامرأة لأنها عثرت فقالت: لعن الله قاتليك يا فاطمة، وأخذها بعض الجلاوزة وأودعوها في السجن. عندما سمع الإمام امتنع عن الأكل وخر لله ساجدا ودعا لهذه المرأة بأن يطلق سراحها وأطلق سراح المرأة، والإمام أكرمها بمبلغ وأوصل لها السلام. وهذه المرأة لم تصدق أن الإمام سلم عليها، بحيث عندما قيل لها يعني مرت بغيبوبة ثم أفاقت وطلبت الإعادة، وأيضا مرت لأن الإمام الصادق لاحظوا سلم عليها. هذه امرأة مس قلبها الإيمان، الإمام الصادق يبلغها السلام. هذه الروحية إخواني، هذه المجالس تعزز الانتماء الحقيقي. إنسان قد كلمتين ثلاثة يتعلم، يتصور قد وصل إلى مراتب لا قيمة لهذه، بلا تقوى، بلا ورع، بلا معرفة مداخل الله التي في أمس الحاجة لها يوميا. المداخل إلى الله، أي مدخل؟ أبواب الله تبارك وتعالى، الأئمة عليهم السلام والزهراء روحي في ده. نتمسك إخواني بالزهراء عليه السلام، بهالوجود المبارك. كلما يعني تعلمنا شيئا عن شخصية الزهراء كلما تفاعلنا أكثر مع مصابها، كلما تألمنا أكثر مع ما جرى عليها، لأن سنعرف المقام، وبالنتيجة سنتأثر أكثر. الآية تقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. غير العلماء قد لا يعرفون، لكن هذا عالم يعلم آثار الله تعالى، فيخشى الله، يخاف الله، كلما ازداد يعرف أنه من هو الله تعالى بآثاره بصفاته. وضع طبيعي، الإنسان إذا لم يعلم بشيء، لم يعرف شيئا، لا يتفاعل معه. كلما تعلمنا، كلما قرأنا، كلما تأملنا في الزهراء عليه السلام، في وجودها المبارك، كيف خلقت الزهراء أصلا، في بعض الروايات راجعوا، قطعا سنتأثر، بحيث الإنسان يجلس لوحده يعني تجري دموعه على خديه قسرا لما ناب الزهراء عليه السلام، وهي سيدة النساء. ونتشفع بها إلى الله تعالى في هذا اليوم، أن الله تعالى يزيل البلاء عنا ويكشف الغمة، ويوفق الأخوة العاملين الأعزاء المشتغلين دائما إلى ما يحب ويرضى، وأن لا يخرجنا من الدنيا حتى يرضى عنا. نسأله إخواني التوفيق لكم ولنا، وإذا حضرتم المجالس لا تنسونا بالدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.